ولكن عايز اسالك في البدايه، شفت ازاي ضربه البدايه في دور المجموعات والزمالك امام بلاك بولز في مجموعه هي الاصعب تقريبا في مجموعات الكونفدراليه؟ بص مين هتستغرب، لو قلت لك ان المباراه الاولى دي رغم ان المشوار طويل لسه، يعني لسه في 5 مباريات ودي المباراه السادسه ده في دوري المجموعات، وبعدين بتوصل ان شاء الله لدور الثمانيه يعني او المربع الذهبي، قصدي ربع نهائي وبعدين المربع الذهبي وبعد كده فاينل، يعني لسه كتير. انما مباراه امبارح ديت وتحقيق الفوز فيها خطوه مهمه جدا وربما تساوي 25% من مشوار البطوله. شوف بقى لدرجه ايه، اشمعنى لو بدأت صح المباراة الأولى بتبقى على ملعبك، فلازم تاخد الـ3 بونت، فلو خدت الـ3 بونت وبدأت صح بتمشي صح بنسبة كبيرة. وعشان كده أنت في نسخ كثيرة جدا في دوري الأبطال كان بيحصل لخبط ومشاكل، ليه؟ أول مباراة كنت بتخسرها تتعادل فده كان بيعمل لك ارتباك كبير جدا، وترجع تندم على نقطتين اللي ضاعوا اذا كنت تعادلت، او الـ3 نقط اذا كنت خسرت. يعني انت كنت قابلت الشباب بلوزداد تفتكر من سنتين اول ماتش خسرنا، كنت قابلت مورديه الجزائر من 3 4 سنين كنا تعادلنا، ففرق معانا بالسلب. فمهم جدا بدايه المشوار في المجموعات. فالزمالك كسب، وبعدين امبارح طبعا كان في ظروف صعبه جدا يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها. اولا المباراه بدون جمهور، صحيح، ويعني الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا خاصه مع نادي الزمالك، دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم ان انت عندك غيابات كتير جدا ما بين اصابات وما بين ايقاف. والحاجه بقى الثالثه ان البطوله السنه دي صعبه جدا جدا جدا، ايوه، وتختلف كليا وجزئيا عن كل النسخ اللي فاتت. فعشان كده بدايتك وفوزك امبارح ده يعتبر خطوة مهمة جدا.